you mm -hmm. السلام عليكم منذ سنوات طويلة يطالب حزب جبهة القوى الاشتراكية بإعادة الاعتبار للمئات من المناضلين السياسيين الذين رافقوه في مرحلته التأسيسية يقول أن المئات منهم سقطوا قتلى والمئات الآخرين اعتقلوا في سجون النظام في تلك المرحلة يقول حزب جبهة القوى الاشتراكية خلال السنوات السابقة أنه يطالب بإعادة الاعتبار المادي والمعنوي والسياسي والتاريخ لهؤلاء لكن هذا المطلب ظل الى حد كبير محصورا في نقاش سياسي مغلق داخل الاطر الداخليه لحزب جبهه القوى الاشتراكيه وبعد المتعاطفين معه. قبل ايام قليله يفاجئ الوزير الاول عبد الملك سلال الكثيرين بقوله امام البرلمانيين ان ملف قدماء مناضلي جبهه القوى الاشتراكيه سيفتح وان هؤلاء سيتم اعاده الاعتبار لهم ضمن الاطار العام لملف المصالحه الوطنيه. ما الذي يقصد؟ على أي اعتبارات وعلى أي أساس سيتم هذه المرحلة إعادة الاعتبار لهؤلاء الناس؟ ماذا جرى بالضبط في تلك المرحلة؟ نتابع مع بعضنا البعض هذا العمل التوثيقي الذي أنجزناه ثم نعود للحديث في الموضوع في الوقت الذي كانت فيه القوات الفرنسية تتجهز للرحيل من الجزائر بدأت الخلافات تدب بين قادة ثورة التحرير حسمها جيش الحدود بقيادة هواري بومديا لصالحه وعقد صفقة مع بن الذي خرج لتوه من السجن الاستعماري وأصبح في سبتمبر 63 تسعمائة وألف أول رئيس للجمهورية إلى جانب مجلس تأسيسي اجتمع فيه معظم قادة ثورة وجيش التحرير لكن ذلك لم ينهي الخلافات، أيت حمد يصطدم مع ما وصفه السياسة التسلطية للرئيس أحمد بن بلة، ويعلن استقالته من المجلس التأسيسي وكل مؤسسات الدولة وحزب جبهة التحرير الوطني، ويؤسس جبهة القوى الاشتراكية في سبتمبر 63، وألف. خطوة سياسية تبعتها أخرى عسكرية ليحمل السلاح رفقه عدد كبير من قادة الولايه التاريخيه الثالثه ابرزهم العقيد محمد الحاج شهرا من بعد يرسل الحسن الثاني قواته لاحتلال جزء من التراب الجزائري في الجنوب انها حرب الرمال التي تهز مشاعر ابرز القاده العسكريين في جبهه القوى الاشتراكيه فيقررون بقياده محمد الحاج التخلي عن المشروع والعوده الى صفوف الجيش للدفاع عن الحدود ضد الاعتداء المغربي ضربة قاسمة لأيد حمد لكنها لا تجعله يتراجع عن مشروعه بن بل لا يعتبر ما حدث تمردا وبعد عودة الهدوء إلى الجبهة الحدودية مع المغرب يكلف وزير دفاعه هوارب بومديان بإرسال وحدات الجيش إلى معسكرات جبهة القوى الاشتراكية مواجهات دامية تصفر عن سقوط مئات القتلى بين الطرفين واعتقال الآلاف أيت حمد يرفض الاستسلام ويعرض على بوضياف مؤسس ورئيس حزب الثورة الاشتراكية التحالف ضد بن وبومديان وبومدين كما تبينه هذه الوثيقة في رسالة وجهها له منتصف سنة 64 تسعمائة الأوضاع الصعبة في منطقة القبائل وتخلي أبرز مساعدي أيت حمد عنه تؤدي إلى اعتقاله في أكتوبر 64 تسعمائة أمام المحكمة الجنائية الثورية تحدث أيت حمد في رسالة مطولة بعبارة شديدة الانتقاد للنظام ولهيئة المحكمة نفسها الحكم صدر بالإعدام في أفريل 65 تسعمائة وألف لكنه تمكن من الفرار بعدها بعام من سجن الحراش السلام عليكم مجددا نعود للحديث في الموضوع نستضيف معنا الدكتور محمد ارزقي فراد اعلامي وكاتب وباحث تاريخي له مساهمات عديده ذات صله بالموضوع ونبدا معه الحديث من هذا السؤال استاذ فراد في اعتقادك كيف يمكن اعاده الاعتبار لهؤلاء الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم اولا الشكر موصول لقناه شروق تيفي على هذه الفرصه التي اتاحتها لنا من اجل الحديث حول هذا الموضوع الحساس والمهم جدا. والشكر موصول ايضا للحكومه التي تجرات على فتح هذا الملف المهم. ويندرج ذلك في اطار توسيع مجال المصالحه بين الجزائريين. فتصورات اعاده الاعتبار هي كثيره هي كثيره لا استطيع ان احصرها في هذه الجلسه ولكن يبدو لي ان الاعتبار المعنوي هو الاساس الاعتبار المعنوي هو الاساس لابد من ابراز حقيقه هؤلاء فالشهداء الديمقراطيه الذين سقطوا في صفوف الافافاس ما بين 1963 1965 لم يكونوا مغامرين سياسيين. لم يكونوا ارهابيين بل كانوا مناضلين ناضلوا سياسيا من اجل الدفاع عن الشرعيه الثوريه ثم الشرعيه الديمقراطيه لان الدوله الديمقراطيه التي دافعوا عنها وسعوا من اجل تاسيسها وردت واضحه المعالم في بيان اول نوفمبر 1954 الذي حدد مجموعه من الاهداف ومن بينها هدفان اساسيان استرجاع السياده الوطنيه استرجاع الاستقلال وقد تم في 62 ثم الشروع في بناء دوله ديمقراطيه ذات عداله اجتماعيه لا تتنكر للقيم الاسلاميه وتعترف بالاقليه الاوروبيه والاقليه اليهوديه. إن هذه الدولة الديمقراطية العصرية كان المناضلون يدافعون عنها بحماس وماتوا من اجل هذا المشروع الديمقراطي لكن سفراد ربما ما ما عابه البعض تاريخيا على تلك المرحله هو لجوء في نهايه المطاف لجوء جبهه القوى الاشتراكيه وتحولها من مشروع سياسي بحت الى مشروع عسكري خاصة انه تحول الى المشروع العسكري في تلك المرحلة جاء في ظرف تاريخي حساس الى حد كبير، يعني نتكلم عن دولة مستقله فتيه لا كل مؤسساتها منهاره بشكل كبير امامها تحديات امنيه ودبلوماسيه كبيره على المحيط الخارجي بدليل ما حدث فيما بعد في الصراع الحدودي مع المغرب اذا التحول إلى, الى 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 المشروع العسكري الم يفقد جبهه القوى الاشتراكيه في تلك المرحله جوهر نظرها السياسي للاجابه على هذا السؤال لا بد من اعطاء نبذه تاريخيه عن ازمه صائفه 1962 ما معنى الأزمة ما, ما هي الأزمة ما هي الأزمة التي حدثت الأزمة لها طرفان هناك الشرعية الثورية التي كانت تتمثل في الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية جيبيرا بقيادة بن يوسف بن خده وهناك خصوم الشرعية الثورية الذين استعملوا القوة واستعملوا السلاح واستعملوا الرشاش الحديث عن جيش الحدود من اجل آه. نعم جيش الحدود آه يعني الذي لم يحترم احنا بعد خمسين سنه لابد ان نعطي الحقائق لأجل الاستقلال ونقولها بكل هدوء وبكل نزاهه وبكل موضوعيه هناك شرعيه الشرعيه الثوريه كانت في جيبيرا في الحكومه المؤقته للثور الجارية وهناك خصوم هذه جيبيرا هي التي تفاوضت مع الفرنسيين الحكومه المؤقته بقيادة بن يوسف بن الخوي هي التي وقعت اتفاق اتفاقية إيفيان لكن مع الأسف جيش الحدود تنكر ولم يعترف بأحقية الحكومة المؤقتة في استلام في استلام الجزائر ثم تحديد فترة انتقالية يتم خلالها تنظيم الساحة السياسية ثم يترك الأمر للسيادة الشعبية فإذا يا سيدي الكريم الأفافاس عندما ظهر ظهر الأفافاس كحزب سياسي يمارس السياسة بطريقة سلمية بطريقة سلمية. لكن ماذا كان وقع؟ في 29 سبتمبر؟ الطرف الآخر الطرف الآخر هو الذي استعمل العنف ضد هذا الحزب السياسي. الأففاس لم يكن حركة مسلحة. الأففاس كان حزب سياسي كان يؤمن بالديمقراطية. يؤمن بالعداله الاجتماعيه طبعا قدم مجموعه من من المطالب في البدايه لابد من وضع حد لسياسه التعسف وسياسه القمع التي طالت الكثير من المعارضين لان لان جيش الحدود كان له مشروع سياسي وجيبيرا كان لها مشروع سياسي مشروع جيبيرا الحكومه المؤقته نابع من بيان 54 كما ذكرت هو مشروع ديمقراطي بمعالمه الخمس نظام جمهوري ديمقراطية عدالة الاجتماعية مبادئ الإسلامية الاعتراف بالاقليه بالق... الق... الاوروبيه ستفرق. اسمح لي هذا 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 رفعت لواءه الحكومه المؤقته المشروع السياسي ل... لجيش الحدود واش هو بناء نظام فردي تعسفي شمولي لا يحترم السياده الشعبيه ولا يحترم بتعدديه الحزبيه ولا يحترم برأي الاخر فالمناضلين الذين امنوا بهذا امنوا بمشروع آه النابع آه المستوحى من بيان اول نوفمبر اسسوا لفه صحيح استاذ فراد لنتحدث بنوع من الصراحه التاريخيه ونسمي الاسماء بمسمياتها يعني المشروع السياسي العسكري اللي جبت القوى الاشتراكيه في مرحله لاحقه نتكلموا كان مضطرا كان مضطرا الجماعه كانت مضطره لرفع السلاح ضد نظام الرئيس بن بلا لكن حدثين بارزين جو فيما بعد اولا التحاق الغالبيه الكبرى من القاده العسكريين في الميدان بمشروع قدمه في تلك المرحله بن بلا بمعيه وزير الدفاع هو بومدين مدين وتخليهم عن المشروع العسكري في شقه العسكري في مرحله ما ثم تخليهم عن المشروع في شقه السياسي في مرحله لاحقه هذا من جهه من جهه اخرى لما نتكلم على نفس المرحله بالنسبه لمناضل جبهه القوى الاشتراكيه وبالنسبه لمطالبهم انها مع مرور الوقت برغم انها في بدايتها كانت تحمل كثير من الرموز الوطنيه اللي كانت تمثل الجزائر بكل عمقها لكن في مرور الوقت اصبحت محصوره جغرافيا في منطقه واحده على مستوى البلد الا تعتقد ان هذا بشكل او باخر اسائل المشروع في مرحله ما وساهم في انتكاسته في زمن في فتره زمنيه الى حد ما نقول ان نقول انها قصيره يعني هو الانتصار او الهزيمه هناك مجموعه من العوامل مجموعه من العوامل التي تتحكم في هذا في هذا في هذا الامر هذا. بالنسبه للافافاس يجب ان يعلم المشاهد الكريم ان الافافاس حزب وطني شاركت فيه كفاءات وطنيه من تلمسان الى الى الى, إلى, إلى الشرق الجزائري. بعض اعطي لك بعض اسمح لي اعطي لك بعض حتى اقرب حتى اقرب المفاهيم نعم العمل التوثيقي اللي كنا اللي كنا عدناه من قبل يعني رسم المسار التاريخي وكيف انه كانت اسماء ثقيله ووطنيه كبيره كانت حاضره في تاسيس الافافاز لكن انا سؤالي بشكل اخر حتى نكون اكثر دقه في مرحله ما كانت كثير من الولايات التاريخيه ناقمه على نظام الحكم وكان تصفه بالشموليه وتكون على الرابعه على على الثانيه لكن في نهايه المطاف اصبح الكادر العسكري والكادر السياسي الذي يقود مشروع الافافاس اصبح محصورا في الولايه الثالثه هذا هذا الم, نعم ألم السؤالي كيف تبرر كيف حدث هذا طبعا الاجابه تقتضي ذكر بعض تفضل يعني بعض تفضل العناصر تفضل, تفضل فاذا يجب ان انبه المشاهد الكريم الى ان الافافاس ليس حزب القبائل كما يعتقد بعض هذه الدعايه حسب شهاده الاخضر آه بورقعه اللي كتب شاهد على اغتيال الثوره ذكر في مذكراته ان هذه الدعايه اشاعها النظام القائم انذاك ضد الافافاس واصفا اياه بانه ينحصر في حركه بربريه يسعون للانفصال بمنطقه معينه وعملاء لفرنسا بل وعلماء حتى لاسرائيل يعني هذه الدعايه مغرضه من دواعي الاسف انها انطلت على الكثير من الجزائريين في نتيجةً, نتيجه لغلق الساحه الاعلاميه في وكذلك نتيجه لماذا انحصر الافافس اذا الافافس اسسه جزائريون بوبكر بالقائد من غرب الجزائري لخضر بورق عام من منطقه الوسط فهناك الكثير من الكثير من الاسماء التي شاركت في تاسيس الافافاس، واكثر من 15 ولايه حاليا يعني بالتقسيم الاداري الحالي ساهمت في تاسيس الافافاس. اذا الافافاس كان دعوه صريحه الى النضال السياسي السلمي. لماذا 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 انسحب الافافاس الى منطقه معينه وهي منطقه القبائل؟ بالضبط لماذا تخلت نتيجة عنه للعلاقة؟ لماذا, لماذا تخلت نتيجة, نتيجه لاختلال توازن القوى بين الطرفين. فمن الطبيعي عندما تنتصر قوة على قوة أخرى فإن القوة المنهزمة يعني منطق القوة طبعا نحن ربما نتكلم حتى تاريخي نتكلم عن إلى منطقة تاريخية القبائل لماذا منطقة القبائل؟ لأنها كانت مؤطرة جيدا كان كان يعني في بيئه سياسيه سياسيا سياسيا لانها حتى كانت عصرية مؤطره ربما. كانت مستعده كان الاتبعان. كان كان للقا... للقائد الكبير كريم بالقاسم رحمه الله قد نجح في تأطير هذه الولاية تأطيراً جيداً بدليل أن مؤتمر صمام قد اعترف بفضل الولاية الثالثة فيما بعد إذن ف وكذلك ما تنساش أن هناك حكمة ليست الكثرة من أمارات الحق ولا, ولا القلة من علامات الباطل مصداقية المشروع آه كذلك ليس المنتصر بالضرورة على صواب صحيح كما أن المنهزم ليس بالضرورة على خطأ صحيح ولكن كان هناك موازين قوى هل, هل, هل يمكن الإقرار تاريخيا أنا أعتقد أن السبب الرئيسي تاريخيا يمكن الإقرار تاريخيا أنه نفسية الشعب الجزائري بشكل عام في تلك المرحلة كانت تعبت من حرب التحرير هذا ولم تكن مستعدة لمجاراة حتى لو كان النضال ديمقراطي نبيل في عمقه وكان يحمل أهداف سامية وناضجة جدا في تلك المرحلة من عمر الشعوب المنطقة لكن ربما الشعب نفسيا كان تعبان ولا لا؟ هل هذا تاريخيا هذا, هذا هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي أن الشعب قد خرج لتوه من حرب شرسة. فلذلك المعنويات نتاعو كانت حاطة. فخاصة خاصة وأن الصراع صراع داخلي. صحيح صحيح أه ولكن ولكن كان على النخبة السياسية أن تدق جرس ناقوس الخطر. لماذا؟ لأن ذلك النظام الفردي الشمولي الذي لا يعترف بالتعددية الحزبية ولا يعترف بالسيادة الشعبية ولا يعترف بالأفلان، حتى بالنسبة للأفلان ذلك النظام قد بدأ يكبر شيئا فشيئا. فنتيجة لعدم نجاح الأفافاس في إقناع الجزائريين بضرورة تبرني. المشروع الديمقراطي الوارد في بيان اول نوفمبر نتيجه لهذا الاخفاق نحن نعاني ما نعانيه بعد خمسين سنه من استرجاع السياده الوطنيه لازلنا نعاني من هذا الانحراف السياسي الذي وقع في 62 آه صح دكتور حسين ايت احمد عندما خرج من السجن في تلك المرحله كان إلى حد كبير موصوف ولا زال إلى حد الآن كأحد الشخصيات الوطنية الوطنية والثورية الكبيرة التي قدمت للبلاد ولثورة التحرير. لكن موافقته وقبوله بمقعد في المجلس التأسيسي كنائب ثم تقربه في مرحلة ما موافقته على بعض على الملامح الكبرى والأساسية للنظام الذي النظام السياسي نظام الحكم السياسي الذي بدأ لتوه في تلك المرحلة بدأ يبني في مؤسساته ألم يسئ بالشكل أو بآخر وربما جعل الآخرين إلى حد ما لا يتحمسون كثيرا للانضمام للمشروع لا سلوك أي أيت حمد كان صائبا سلوك أي أيت حمد في 62 كان حكيما لماذا؟ لأنه في البداية كان فيه المجلس التأسيسي فكل الكفاءات السياسية اجتمعت في هذا المجلس التأسيسي فحاول طبعا ما كان يتصور ما كان يتصور أحد أن الانحراف سيقع ما كان يتصور أحد أن الانحراف سيقع فلذلك كان له شرف الانضمام إلى عضوية المجلس التأسيسي والمجلس التأسيسي كما تعلم مهمته الأساسية وضع دستور للجزائر يحدد معالم دولة حديثة ولا يمكن في تصور ديمقراطيين ولتصور المجاهدين بصفة عامة ان يكون هذا التصور خارج بيان 44 يوصل الى حزب واحد يكرس جبهه التحرير كحزب او حد يمثل النظام جبهه السلاسية. التحرير يا سيدي الكريم هي جبهه للتحرير صحيح يعني. انتهى دورها في 62 هذا ما قاله زعماء والقادة الذين أسسوا الأفلان مشكلة مش مش بهذا بدليل أن منسق الأفلان هو محمد بوضياف بمجرد ما استرجع آخر. أسس صحيح. حزب معارض آه أسس البياراش صح حزب حسين أيت أحمد أس أسس في وهناك كذلك الطيار الشيوعي وهناك كذلك الطيار الاسلامي صحيح فبالاضافه <applause> الى الى جمعيه العلماء فاذا دخوله الى 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 المجلس كان شكل من اشكال ظاهره صحيه شكل من اشكال دعم ولكن بعد تجربه سياسيه أن هناك أن هناك مناورة سياسية. ومناورة خطيرة جدا قدم استقالته استقالته وتراجع إلى الوراء تقدم لا لم يتراجع تقدم إلى الأمام يعني تراجع إلى الوراء مقارنة بالانخراط في العملية السياسية لا, لا الانخراط في العملية السياسية التي قدم بناها نظام الحكم في تلك المرحلة من إجل التأسيس لففاش. تقدم أجل تأسيس لفافاش تقدم كحزب معارض لأنه كان مثل رايو كان مثل رايو وهناك مجموعة من الآراء الأخضر بورقعة وفرحة صحيح. عباس و و الأسماء كثيرة طيب فبعد ما كانت معارضه فرديه في اطار المجلس التاسيسي صارت تجسدت بعد الخطوه للامام كحزب معارض يحمل مشروع التغيير السياسي صحيح نعم صحيح دكتور فراد فراد فراد, فراد فالعنف الذي استعمل العنف هو النظام هو هو الذي استعمل العنف فمثل ما يقول هنا السي الاخضر بورقعة في المذكرات الشاهد على اغتيال الثوره قال احنا رفدنا السلاح باش ندافع عن النفس فقط وليس من اجل الاستعمال لكن تاريخيا بعض المؤرخين يا استاذ فراد بعض المؤرخين وكثيرون هم يتكلموا انه حمل السلاح انه التدخل الكبير بالمعنى العنيف الكبير للقوات النظاميه في تلك المرحله المحسوبه على نظام الحكم السياسي جات من بعد ما اعتقدوا او شاف في الوقت هذا كان وزير الدفاع هو ورئيس بن انه فيه بؤره مسلحه قويه بدات تخلق في منطقه القبائل وبانه لو غضوا الطرف عنها ربما راح تلتهم الكثير وراح تتحول الى مركز استقطاب لكل الناقمين والمتمردين على النظام في كل بلد هل كان فيه تخوف من النظام ان الافاس يتحول الى قبله منطقه القبائل والافاس في تلك المرحله يتحول الى قبله لكل المعارضين بش بكل انواعهم السياسيه والعسكريه النظام فاقد للشرعيه انذاك النظام فاقد للشرعيه انذاك معظم المجاهدين الذين كانوا في الداخل كانوا قد عارضوا مشروع مشروع جماعة أحمد بن بلال التي صارت تسمى تاريخيا باسم جماعة وجدة. لأن ذلك المشروع يتنافى جملة وتفصيلا مع بيان 54. هذه وحدة. كذلك هذا المشروع الذي جاء به خارج بيان 54 أبعد وأقصى المجاهدين من مشروع بناء الدولة الجزائرية واعتمد على الضباط الجزائريين الذين خدموا في الجيش الفرنساوي ادوا خدمه عسكريه ثم التحقوا ثم التحقوا بثوره تباعا فاذا فاذا بالنسبه للافافاس هذا نظام يعبر ويبرر أنه كان يعبر كان يعبر عن صوت عن انشغالات الجزائريين والجزائريات دكتور فراد ماذا حدث بالضبط في في سنوات الجمر تلك نتكلم الان بعض قليلا عن, عن 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 المواجهات الداميه اللي عرفتها المنطقه ما الذي حدث بالضبط؟ طبعا حدثت أه حاول الافافاس ان يناضل بطريقه سلميه ما معنى النضال بطريقه سلميه؟ عن حزب سياسي لكنه وصل الى مراجع الاعلام كانت مغلقه في وجهه عن طريق تنظيم محاضرات عقد الندوات الى آه، وما الى ذلك نضال سلمي ولكن النظام القائم انذاك واجه هذا الحزب بالعنف ارسل الجيش لقتل ولاباده وتدمير المناطق التي بعض الشهادات تتحدث يا استاذ طيب. يا استاذ ف... فراد, يا فراد لحظه لحظه فقط اقولها لحظه فقط بعض الشهادات تتحدث ان ارسال الجزء الاكبر من الجيش تم بعد ما التحق كبار القاده نتاع الولايه الثالثه بيت احمد وتحول المشروع في مرحله لاحقه الى بؤره لتمرد عسكري قوي طبعا انا لا اناقش معك الاسباب ربما كانت هناك اسباب سياسيه واجتماعيه اوصلت الى اوصلت لكن أتكلم انا نتكلم على لحظه تاريخيه معينه هي التدخل العنيف للجيش تاريخيا التدخل العنيف للجيش بعض الشهادات تتحدث عن انه لم يتم الا بعد ان اصبحت فيه بؤره عسكريه قويه على مستوى الولايات الثالثه انت تتحدث عن التحليل الرسمي لما حدث م. انت تتحدث عن الكتابه الرسميه اللي ما حدث في 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 63 63 والواقع زي اخر غير ذلك والواقع غير ما الذي جرى والواقع غير عملية. ذلك عمليا لقد استعملتم مفهوم التمرد من تمرد على من من هو المتمرد لفظ التمرد سمحنس هنا, سمحنس هنا سمحنس مش مدو سياسي بما من بما هو المتمرد مم. هل المتمرد هو الذي دفع عن الشرعيه ام المتمرد هو الذي ثار ضد الشرعيه صح كيف طورت اذا الحدث كان اذا كان, كان لابد ان نستعمل اذا كان لابد ان نستعمل آه هذا المفهوم فجيش الحدود هو الذي تمرد على الشرعيه آه التاريخيه وعلى الشرعيه الديمقراطيه لأن نقول يا دكتور يا دكتور يا دكتور لان اسمح لي مفهوم دكتوري. تمرد واحد عنده شرعيه ويجي الاخر ما عنده الشرعية لا يعترف بها هذا هو التمرد يا دكتور في انت تتكلم أن الكرسي... انت تتكلم سنه 63 يا دكتور انت تتكلم سنه 63 عن مؤسسات سياسيه قائمه لدوله معينه بعضها جزء كبير من القاده الجبهه القوى الاشتراكيه ومن بينهم ايت احمد نفسه انخرطوا فيها طبعا فيما بعد تراجعوا عنها وتخلوا عنها لما اعتقدوا انها لا تمثل المسار الديمقراطي الحقيقي الذي نظروا من اجله وهذا من حقه طبعا لكن نتكلموا الان مساله الشرعيه بالمعنى المؤسساتي نتكلموا أنت نتكلموا بما... عن سنه 63 ما نتكلموش على ازمه صيف 62 سنة 63 تكلموا على جمهورية قائمة على الأقل في شكلها المؤسساتي الكبير إذن ولكن أنا مع ذلك أريد أن أرجع إلى الأحداث أريد أن أرجع إلى الأحداث أريد أن أتجاوز مسألة التوصيف لمدلول معنى التمرد بمعنى السياسي والعسكري وأرجع معك إلى الأحداث ماذا هل هناك معلومات حقيقية الآن هل هناك جرد شبه رسمي على مستوى الأطر الداخلية لهؤلاء المناضلين على المستوى التاريخي البحث التاريخي وانت باعتبارك أكاديمي وتاريخي بالأساس هل هناك عمل يمكن الاعتماد عليه لاعداد جرد حقيقي للضحايا لهؤلاء الضحايا منهم متى كيف اين سقطوا وكيف وما هو وما الذي يجب ان يفعل لصالحهم الان أنا لو سمحت ساتحدث عن الشهداء لو فضلت سمحت ساتحدث عن شهداء الديمقراطيه الذين سقطوا في ميدان الشرف سوف اجيب بالنسبه للكتابه انت تعلم يا سيدي الكريم أن الكتابة يعني قبل سنوات قيلة إلى إلى عهد قريب يعني قبل دستور التعددية تاع 89 يعني من 62 إلى 89 لا يستطيع الطالب في الجامعة أن يختار الموضوع بحرية خاصة في خاصة الموضوع الذي يتعلق بقضية الأفافاس والسلطة. هناك كتاب مهم ممكن ترجع له تناول الموضوع بذكاء اللي هو يعني الأفافاس والسلطة آه لعبد القادر يفصح كتب كتابا يعني يعني صحيح المهم كتب كتب كتابه اكاديميه انا الافافاس النظام هو الذي استعمل العنف فلذلك وقعت اصطدامات مع الاسف وأصفرت هذه الاصطدامات عن استشهاد 400 شهيد للديمقراطيه في في لي بعضهم في تحمل صور بعضهم اني ويعني معظم هؤلاء الذين استشهدوا مع الأسف ظلت آه حقوقهم معلقة إلى اليوم مثلا عندنا آه محمد يثير شريف محمد يثير شريف هذا آه مجاهد هذا مجاهد من نوفمبر 54 كان مناظر في الحركة الوطنية ثم مجاهد من 54 اثنين 62 ثم التحق بالأفافاش للدفاع عن الديمقراطية واستشهد في ميدان الشرف في إلى يومنا هذا من دواعي الأسف عنده ولدان شهيدان واحد طاهر رماتو الطائره العموديه من السماء رموها في الغابه خلال ثوره التحرير اكلته الذئاب لو الناس وليدو شهيد اخر كذلك استشهد في معركه في سيد علي بوناب آه وله كذلك ابن اخر اعتقل وحكم عليه بالسجن لمده ثلاثين سنه إذن انظر يعني اسره ثوريه اسره ثوريه بما في الكلمه من معاني يا عجبا هذا ما يعترفولوش بالجهاد نتاعو الى غايه اليوم الى غايه هذه الجلسه مازال في صور مع اخرى فيه اعتراف في وزاره المجاهدين وهو مجاهد كبير واب شهداء واب مجاهد يعني ربما عندنا ربما كذلك ربما هذا آه وضعيه وضعيه اخرى هناك بعض الشباب مثلا هذا ارسقي العريش هذا ايضا هذا الاول آه سي محمد شريف من قريه تاع في دائره اصفون وهذا ارسقي العريش من قريه الشرفاء بلديه اصفون، هذا شاب خلافا للاول اللي شارك في الثوره هذا ما شاركش، كان شاب مقبل على الحياه. فاكيد ان اعاده الاعتبار لوضعيه الشاب تختلف عن اعاده الاعتبار لوضعيه الذين كانوا في صفوف الثوره سؤال اخير يا دكتور فراد، هل تعتقد, اليوم المهم هل, تعتقد اليوم اليوم سؤالي المهم هل تعتقد الان ان بعض اشكال اعاده الاعتبار اللي هي مطلوبة الآن بشكل ملح لهؤلاء ولغيرهم ده. ربما اللي ربما لم تتح الفرصة لعرض صورهم هي بإعادة الاعتبار بالمعنى التاريخي لهؤلاء والاعتراف بعضويتهم لجيش التحرير وثورة التحرير بما يترتب عن ذلك من حقوق لذويهم، هل تعتقد أن هذا حق؟ وشوف هناك عدة مظاهر تتجلى فيها فكرة اعادة الاعتبار أنا لا أستطيع أن أحصر جميع كيف ممكن تفحص كيف ولكن ممكن تفحص؟ ولكن في رايي ولكن انا في رايي اعتقد ان الاعتبار المعنوي هو الاساس. الاعتبار المعنوي هو الاساس، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام 400 شهيد ما همش ارهابيين. 400 شهيد ما همش مغامرين. 400 شهيد شهيد ما همش قطاع طرق. 400 شهيد رفعوا لواء المشروع الديمقراطي الذي ورد في بيان 54 يجب على كل جزائري وعلى كل جزائرية أن يعلم أن 400 شهيد إحنا نقول 400 شهيد ديمقراطي ربما البعض قد يتصور أننا نستعمل هكذا هذا المفهوم يعني استعمال سياسي ليس استعمال سياسي أنا موجود هنا كدكتور في التاريخ كباحث هل فيه هو هل فيه مثل نفسي هل فيه بحث هل لا أمثل اي طرف اخر يا دكتور انت باحث تاريخي نعم فحبيت نقول لك آه الاعتبار المعنوي الاعتبار مهم جدا ولكن اكيد ان هناك مظاهر اخرى لاعاده الاعتبار تمتد لعائلات وذوي هؤلاء نعم نعم لعائلات هؤلاء طبعا لعائلات هؤلاء دكتور فراد الشكر الجزيل لك على مشاركتنا في هذا القسم من عددنا من الوثيقه والحقيقه أه نتابع مع بعضنا البعض هذا الجزء الاخير من العمل التوثيقي ثم نعود للحديث في الموضوع مجددا مع ضيف اخر انتظرونا قبل أن يطيح الجيش بالرئيس بنبلا بأشهر قليلة كانت العلاقة ما بين الطرفين قد استهلكت تماما بنبلة الذي فشل حتى الآن في إحداث اختراق كبير في الجيش بدأ يبحث عن حلفاء جدد حتى وسط أولئك الذين تطور العداء معهم إلى مواجهة دامية جبهة القوى الاشتراكية سبب آخر دفع بنبلا للبحث عن فتح صفحة جديدة مع آيت أحمد اقتراب موعد عقد القمة الأفرو أسيوية في الجزائر موعد دولي بالغ الأهمية في تلك المرحلة والتي ما كان ليكتمل نجاحها وزعيم جبهة القوى الاشتراكية أول ممثل انتدبه جبهة وجيش التحرير لتمثيلهما في القمة المنعقدة سنة 53 لا يزال قابعا في السجن كما أن بنبلا كان يريد أن يقدم نفسه لرؤساء الدول الحاضرين بصورة الزعيم الأوحد الذي تقف كل البلاد وراءه في الجهة الأخرى كانت جبهة القوى الاشتراكية قد بلغت حالة متقدمة من الضعف العسكري والتفكك السياسي بعد اعتقال أيت تحمد وتخلي العدد الأكبر من قادة الجناح العسكري للحزب عنه وخاصة حالة الإرهاق الشديد التي أصابت منطقة القبائل وهي خرجت لتوها بفاتورة كبيرة دفعتها خلال سنوات ثورة التحرير الطويلة من تبقى من قادة جبهة القوى الاشتراكية وعلى رأسهم العقيد الصادق سليمان هيليس اقتنع بأن الحل مع بنبلة لن يكون عسكريا باعتبار ميزان القوة المختل فبدأوا يبحثون عن حلول تفاوضية تحمل داخلها خططا غير معلنة لاستغلال وتفجير الصراع بين جناحي النظام بنبلة والجيش في وثيقة تدون جزءا مهما من قصة المفاوضات يروي الرائد عز الدين كيف بدأت وكيف انتهت ويبرز الدور المحوري الذي لعبه عمر أصديق سفير الجزائر حينها في صوفيا الذي عمل بكل الوسائل على إيجاد مخرج مشرف لأصدقائه القدامى بعد أن أصبحوا اليوم مطاردين من النظام الجديد بصفتهم متمردين وخارجين عن القانون تشير الوثيقة بوضوح إلى أن الوفد المفاوض من جبهة القوى الاشتراكية وضع ضمن أهدافه الكبرى إذكاء الصراع بين بنبل والجيش بقيادة بومدين لدفع الأخير للتخلص من الرئيس بعد أن يوافق ويوقع طبعا على اتفاق إعادة جبهة القوى الاشتراكية للحياه السياسيه راهنت جبهه القوى الاشتراكيه على ان الجيش سيضطر لتقبل اتفاق الافافاس مع بنبلة بعد الاطاحه به لانه سيجد نفسه ماسكا بالسلطه لكن بدون دعم شعبي وسط محيط داخلي عدائي خاصه في العاصمه ومحيطهما القريب اي الولايتين التاريخيتين الثالثه والرابعه اللتان لهما سجلين داميين مع ابو مدين وجماعته التقى الوفدان في شقة لعائلة أصديق في باريس في الأسبوع الثاني من شهر جوان 65 رمى أصديق بكل ثقله لإنجاح الاتفاق وافتك تنازلات جدية من الطرفين قال أصديق في الأخير معيدا ما جرى الاتفاق عليه ورد الآخرون قال أصديق اعتبار كل الذين سقطوا من الطرفين شهداء رد آخرون متفقين قال أصديق أراملهم وأبنائهم يتقاضون منحا رد آخرون متفقين قال أصديق المعتقلين يجب أن يفك سراحهم قال آخرون متفقين قال أصديق الكل يعود إلى منصب عمله الأصلي ومن أممت ممتلكاتهم تعود إليهم قال آخرون متفقين وبعد أخذ ورد جرى الاتفاق في الخامس عشر جوان خمس وستين تسعمائة وألف على توقيع ونشر بيان مشترك جاء في نصه على الخصوص: جبهه التحرير الوطني وجبهه القوى الاشتراكيه يقرران وضع حد للاعمال العدائيه ويدعون كل المناضلين الثوريين للتعبئه لمحاربه الثوره المضاده. وفي ذلك رسالتان قويتان الاولى هي اعتراف من الحزب الواحد بحزب اخر له الحق في النشاط والثانيه حديث عن طرف ثالث سيكون هدفا مشتركا لهما مستقبلا. من هو؟ تجيب الوثيقة عن السؤال في مقطع آخر وهي تنقل بعض ما قاله أصدق لوفد من جماعة بومديا لاحقا الآن الأمور واضحة سيجري توقيفكم بعد أيام في الخامس عشر جوان القادم في يوم افتتاح القمة الآفرو أسيوية من بلا سيقف ليقول لقد جرى اكتشاف وإفشال مؤامرة ضد الرئيس متورط فيها الجيش المسؤولون هم بومدين بوتفليقة قايد أحمد وشريف بالقاسة ويقترح أصديق الحل احترام الاتفاق بين بنبلة وجبهة القوى الاشتراكية وتطبيق كامل بنوده بإخلاص وسحب قوات الجيش من منطقة القبائل 48 ساعة من بعد الجيش بقيادة بومدين يطيح بالرئيس بنبلة ويعتبر اتفاقه مع جماعة أيت أحمد كأنه لم يكن مرحبا مجددا أه لمعاوده الحديث في الموضوع نستضيف معنا الاستاذ الغيمه جلالي احد المناضلين السياسيين القدامى لجبهه القوى الاشتراكيه الذين رافقوا الحزب منذ مرحلته التاسيسيه وبرلماني سابق في الحزب عن ولايه تيزي وزو أه استاذ الغيمه أه كيف بدات المفاوضات ما بين السلطه انذاك وما بين جبهه القوى الاشتراكيه شكون اللي شكون وعلى اي اساس وين وصلوا وشكون اللي بدا بالمفاوضات؟ اولا المفاوضات بداوا مع النهار اللي عيد حمد في 9 ابريل 65 يعني عيد حمد كان في السجن في المرحله كان في الحبس كان, كان في الحبس كان في الحبس صح والنهار اللي شعرا وحكموا له بالعدم الغدوه من ذاك جاني خاصني انا الاستاذ في هذاك الوقت كان نائب في المجلس في هذاك الوقت شكون اللي كان نائب؟ باب الحسين صح باب الحسين مبعوث بعثوها لي في بعث هذاك الوقت جاء عندي قال لي حب من طرف من شكون بعثوا؟ بعثوا النظام نظام. النظام السلطه بن بالله نظام بن بالله في المرحله هذيك إيه في هذاك الوقت انا جاء باسم الحكومه نتكلموا نتكلموا في ال 65 قبل قبل ما يعتقل الرئيس بن بلة قبل ما يطي يطيحون به قبل الانقلاب تاع 65 قبل في بدينا في افريل الانقلاب وقع في في, 19 جوان 19 جوان. جوان صح المفاوضات بداوا في جا الاستاذ بن الملاقه الاولى الملاقه الاولى بدات في لو 10 ابريل 1965 صح نقول له شكون بعث جا السيد على كل حال قال لك من بعث الحكومه واش طالب في هذاك الوقت طلب على كل حال الحضور نتاع الكولونيل صادق باش يتلقى مع جماعه الكولونيل صادق في هذاك الوقت كان في المغرب مه. غير كيما راح المغرب عنده من ملي راح المغرب مه. كي جاني السيد جا عندي يقول عندي كان جا العنوان على كل حال مه. انا كي سقسيتو لي ماذا قال لك دي باغي الحكومه تلقى مع الكولونيل صادق باش يبدا المفاوضات تذكروا باللي الكولونيل الصادق كان كان من الاولين الاولين اللي داروا عملوا اتفاق مع السلطه قبل يعني قبل هذه المرحله عملوا اتفاق مع السلطه واللي فيما بعد هما حبوا يوصلوا لي على اساس باش بش باش على اساس انه هو اللي يقدر يتحكم في الجانب العسكري علاش علاش هو سادة اختاروه الكولونيل الصادق كان في الجيش على كل حال في 62 نار وقع على كل حال الخلاف في 63 هو كان كان طبعا الوقت كان في القائد عسكري في الجناح العسكري صح, 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 كان صح في العسكر وهو اللي كان على كل اللي كان في البلاد اللي كان يسير في هذاك الوقت الجيش القوات الجبهه الاشتراكيه بعد ما محند الحاج خرج أه من, من تيزي وزو العاصمه من وخلاص اوكي ايوه ما جا العاصمه من بعد هو بقى مع عيد حمد كاين اللي بقاو على كل في هذاك الوقت مع الجبهه القوات الاشتراكيه كاين اللي ولا على كل في هذاك الوقت اللي كان سمعت الحاج الله يرحمه اوكي من هو الكونيل آه هذا بقى من هذوك اللي بقاو على كل حال في هذاك الوقت ما نبقى آه في, في في الحرب يسمى كما يقولوا حتموا حتموا الحكومه حكمت على كل حال حتمت على على القوات الاشتراكيه راكم عارفين يعني واش وقع في هذاك اما هو كان آه في الحرب ولكن في الثاني خلاص كان يروح يدخل, يدخل, يدخل يروح المروك يروح المروك واش الهدف من زياره المغرب؟ يحوس على سلاح يحوس على دعم يحوس على ماذا؟ ربما انسان يكون في الحرب ما نقدرش نقول له كل حال كل شيء متاح صح كل شيء مسموح آه. كل شيء مسموح آه المهم أنا كل حال راح آه تما وجاو هو سي عبد الحفيظ آه ياحا اللي ولى على كل حال في المكان مم. هو القائد العسكري سي عبد الحفيظ ياحا قائد العسكري حقا هو اللي في راسه نهار جا وقال لك يا الصادق هما ما مش عارفين باللي راح المروك وصادق كي قالوا لي انا الغدوه من ذات مشيت عند يحى سام الحفيظ وخبرته باش اللي كاين في تيزي وزو كان في الجبل في الجرجر على كل حال في تيزي وزو على كل حال وفي هذاك النهار بالذات ااا آه صادق بعد بريقال سام الحفيظ وجابها لي السيد جاب من هذاك النهار الساعه بعد ما خرج كي اسمه ما تلقيت مع استاذ آه حسين نائب آه إيه؟ حسين وساعة من بعد جاء السيد من المغرب وجاب لي برية هذيك الباقي الغدوة من ذاك راحت لسيد الحفيظ شفته على كل حال كان المركز تاعو فيه جرجرة ثم وين قدمت على كل حال واش قال لي واش قال لي السيد وعطيته برية ما كنتش عارف واش كاين في البرية هذيك تسهلوا وقرحها من بعد كي كي هدرتو قال لي ودي بالتالي تروح عند الكونير صدق في هذاك الوقت قلت له يا رجل انا موظف في يعني فونكسيونير ما نقدرش نروح من بعد كاش واحد اخر في فرنسا بالفرنسا يشوف الوجنة اللي راهي في فرنسا ومن تما يشوفوا الصدق في المروك وهو قال لي لا انت تمشي ما لا عبرته أه عبرت وكي تكلمت مع السيد ديجا يعني من المغرب جاءت على كل حال حدود سرية يعني ترانزستير وسقسيتو قال لك يا ولدي نقدروا نروحوا ونوليو كيما بشيت كيما مشيت كيما رحت قلنا صح من هذيك القدوة من ذاك مشيت معاه رحت المغرب؟ رحت المغرب تلاقيت الكولوني الصادق صادق؟ تلاقيت بالكونيل صادق نهار اللي التقيت قال لي وي انا يلزمني على كل حال ندو اجتماع نعيطوا نعيطوا للناس اللي كانوا في اوروبا في هذاك الوقت شكون كان في اوروبا في المرحله هذيك؟ في هذاك الوقت كان بني يونس هو اللي كان يمثل على كل حال في اوروبا عنده الوجنه على كل حال في درايه في, في في اوروبا تاع لا وهما كانوا خمسه كانوا مسؤولين تما في خمسه في الوجنه هذيك كانوا في خمسه ما انا قلت لكن لكن, لكن في المرحله هذيك لما رحت للمغرب بانت الرساله واش فيها اسكو بان بان هذه الرساله اللي اللي بعتوها اللي بعتها الرئيس بن بلال بان واش فيها ولا مازال ما بانش واش فيها؟ ما بان حتى شيء قال لك لازم تكون مولاقات مولاقات على كل قبل حال قبل كل شيء نتلاقاو بيناتنا ومولاقات هذوك يعني نتكلم باللي يكون مفاوضات بيناتنا بيناتنا في ذاك الوقت ما بين الحكومه والجبهه القوات الاشتراكيه ولكن على النقاط ما نقدرش ما نقول لك على ماذا يعني اسمها في هذاك الوقت لازم يكون النقاش من بعد يكونوا الناس اللي حضروا من هذوك الناس اللي حضروا يكونوا هما لابو يعني يطرحوا الامور كما ينبغي الحال صح بعد من بعد ما جيتوا من المغرب واش كانت الخطوه الاخرى وين تلاقيتوا هل صراو تلاقيتوا كلكم تلاقوا جماعه كل فرنسا وجماعه تلاقينا كل في المغرب تلاقيتوا تلاقينا كل في المغرب وكيما جاوا جماعه شحال كان العدد نتاعهم في المرحله هذيك شحال كانوا كلهم اكثر حل. من 10 اقل اقل بالك 10 ولا 12 ما بين اللي كانوا في المغرب على كل حال اللي جاوا في فرنسا جماعة المغرب جماعة القادة العسكريين عبد الحفيظ ديالها جماعة فرنسا كلهم تلاقوا في المغرب أه كنا بالك في 11 و12 هذاك الوقت بالك واش واش النقاش اللي صرا واش تكلمتوا الوقت هذاك تكلمنا يعني واش طلبت واش طلبت المطلوب واش المطلوب ها هو السؤال واش هذا هو السؤال أه؟ على كل اللي مطروح في هذاك الوقت نروح لازم تكون نبور بعد بعثوا لي شهر الحكومه حتى باش تلاقوا على النقوط اللي درسوها انا ما كنتش على كل حال تلقينا المره الاولى ولكن كي وصلوا يعني على النقوط اللي درسوهم في هذاك الوقت ما كنتش حاضر حق الله يعني وش آه واش من هو؟ قالك لك يزم زوج في هذاك الوقت حنا المقصود تاعنا في هذاك الوقت كي كنا ثم يزم نعينو زوج اللي يمثلوا جبهه القوات الاشتراكيه. يروحوا يتكلموا مع السلطه. يروحوا يتكلموا مع السلطه والسلطه عينت زوج اللي ما هما معروفين كان مشاوي الله يرحمه محمد مشاوي وكان آه زبير ابو حجاج هذو هذاك مثلا نقدر نقولوا يمثلوا جبهة التحرير واللي مثل جبهة القوى الاشتراكية الاثنين اللي مثل جبهة القوى الاشتراكية شكون خيرته؟ يا سي عبد الحفيظ ومن يونس وبنيونس بنيونس هذو الزوج فيها بنيونس يمثل جماعه فرنسا في ديرالية الاف فرنسا وعبد الله حفيدي حاب كان القائد العسكري نتاع السلاحين نتاع جبهه القوى الاشتراكيه في تيزي وزو من بعد جاو تلاقوا في العاصمه تلاقوا في الجزائر جماعه الاشتراكيه على غير مثل لا العسكر نحكي لا لا نحكي الجناح العسكري الوقت هذاك كان أيوه. مركز روح. لو كارتي جينيرال لو جينيرال القياده العامه صح وين وين تلاقوا من بعد لما الاربعه هذو وين تلاقوا تلاقوا هنا في العاصمه تلاقوا في المغرب تلاقوا لا في العاصمه واش الاتفاق على ماذا اتفقوا على واش اتفقوا اتفقوا على كل حال شيء اولا على كل حال على الناس اللي كانوا في السجن المسجونين يلزم على كل حال يطلقوا كل المسجونين اللي كانوا في هذاك الوقت كان عندنا 3000 3000 مسجون التلاف كانت مسجين. عندكم ارقام الوقت هذاك باللي فيه 3000 سجين موجود 3000 على كل حال كانوا في السجن وافقوا على هذا الشرط وافقوا على هذا وافقوا على هذا صح. الشرط واش المطلب الثاني؟ المطلب الثاني الناس على كل حال اللي كانوا في الجبل لا لابد يرجعوا ولكن يعطوهم يعني, يعني, يعني يتعرفوا بهم بانما جنود يعطوهم حقوقهم تامه يرجعوا الى صفوف الجيش يعني ويسمحوا لهم يرجعوا صفوف الجيش ويدوا حقوقهم ايوا ايوا كذا على كل حال والنقطه الثالثه آه يسمى الخروج نتاع عيد وتعريف الحزب يعني في الحزب في التحقيق هذه النقطه باش يتعرفوا يولي الحزب, الحزب مرخص مرخصين له عنده الحق ينشط كحزب سياسي معترف به لا بد لا يعني هي مع اطلاق صراحة ايت انه يخرج من السجن يلغى حكم الاعدام سمحوا له بعد هذاك النهار اللي حكموا له بالاعدام الغدوه من ذاك انا تكلمت كي تكلمت مع ال بن حسين قلت له لماذا الحكومه اللي راه حكمت بالاعدام على المسؤول على كل حال تنحي الحكم قبل وكيفاه يعني اليوم طلبوا يعني قال لك لا لا ما اليوم يعني على حال العشيه برك يخبروا بانما يعني نحلوا لهذاك نتاع يعني حكم الاعدام حكم الاعدام أنت حسين ايت احمد تلغى جرى الغاؤه في نفس اليوم اللي جاء المرسول نتاع بن بلال عندكم ليله قبل ليله أقبل. قبلها الغدوه من ذاك بعثوا هذا المرسول اليوم مثلا حكموا عليه بالعدم يعني ولا ديسمبر رجعنا لو كنت الحسين وطلبوا باش يكونوا مفاوضات ما بين الحكومه وجبهات القوات الاشتراكيه. اوكي أه سي الغيمه السؤال الاخر اللي حبيت اسالو الان أه المجموعه هذه لما كانت تتفاوض مع السلطه وعم ممثل السلطه هل كانت تشاور ايت حمد؟ هل كانت مشاورات مع ايت حمد؟ التقيتوه؟ سمعتوا رايه؟ خديتوا منه الموافقه على هذا المطالب ولا ما خديتوش؟ كيف هذا؟ ايت حمد كان في السجن المرحله ما مازال في الحبس وانتم تلاقيتوه في المغرب. لقينا زوج من الناس يتلاقوا في الجزائر في العاصمه نعم. هل شافوا ايت احمد قبل ما يتلاقاو المرسولين تاع بن هل هذا الزوج اللي تكلموا على عبد الحفيد يحيى وابن يونس اللي راه هو سيناتور الان في مجلس الامه مه. هل تلاقوا آه الوقت هذاك بأيت احمد وسمعوا منه ولا ما سمعوش منه هل شاوروه شو لابد لابد كاين على كل حال معانقات ما بين ايت آه احمد اللي كان في السجن والناس المسميين. كل حدث اللي كل حد مثلا من القوى الاشتراكيه على باله وكانت عنده ثقه اي ولا انتم في الوقت هذا كنت عندكم الثقه باللي بن فعلا راه صادق باللي الحكم نظام الحكم في المرحله هذه كان صادق فعلا وكان حاب يفتح المجال لجبهه القوى الاشتراكيه انها تـ انها تـ تنشط كحزب سياسي معترف به يعني كانت عندكم ثقه باللي صح النظام راه صادق يخليكم تشتغلوا الظلم سبحان الله كيف بعتوني على كل حال و هذول و تكون على كل حال ما يكون حتى شيء تماما الى وقت من بعد وقعة الخديعة يعني اش بكل صراحة جاء الانقلاب تاع 19 جوان 65 جاء إيه؟ الانقلاب تاع 19 جوان إيه؟ 65 من بعد من بعد كيفاش عرفتوا باللي الاتفاق هذا هل الاتفاق اولا سؤالي الاتفاق كان مكتوب هل الاتفاق كان مكتوب اتفقتوا إيه؟ على شيء مكتوب محضر مكتوب لا بد نتكلم عن الاربعة في هذاك الوقت كما قلت لك البارح على كل حال آه عملنا كومونيكي لو 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 16 جوان وجرى نشره في الجريدة المجلة وجرى نشره في الجريدة المجلة وخرج في الجريدة وكل شيء <applause> لا يعني نتكلم إيه؟ على الاجتماع اللي صرا ما بين الاثنين الزوج اللي يمثلوا الافافاس والاثنين اللي يمثلوا النظام السياسي في المرحله هذه من بعد ما اتفقوا أه. على كل هذا الشيء هل صرا ما حضر اجتماع رسمي صرا في اتفاق شيء مكتوب بيناتهم هاد الاربعه خرجوا بشيء مكتوب بيناتهم ما عدا الشيء اللي تنشر في المجاهد هل مثلا كاينه نسخه احتفظتم باتفاق مكتوب إيه؟ لي دو بارتي الطرفين مضوا عليه وكاينه نسخه عند جبهه القوى الاشتراكيه ونسخه واحده اخرى عند الممثلين تاع بن بلا كاين حاجه مكتوبه وثيقه مكتوبه حاجه مكتوبه بهذيك اللي يقراوها في هذاك وين راهي الان علاش ما نلقاوهاش هذا المصدر لماذا لحد الان ما كاين حتى واحد يقدم نسخه على هذه الوثيقه اللي هي مفتاح كل الازمه هذه نعم 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 ولك موجوده في الجرايد في هذاك الوقت موجوده لو في التاريخ صحيح ماشي ماشي ما لو كان ما تكلموش في هذاك الوقت لو كان ما تكلموش في الجرايد صحيح ما تكلموش في الاذاعه وكل شيء ماشي حاجه اللي كانت سريه سريه اكيد من بعد ما قدموها أنا كل حال يعني وتكلموا عليها خلاص ما بقاش لكن الوثيقة يعني مفقوده اكيد هو الكل الان مجمع انه صرا في اتفاق والكل عارف وهذا معروف صرا في اتفاق وتم الاتفاق انه لفافاسي يعاود يرجع للحياه السياسيه كحزب محارض كان لو تم ذلك كان راح يكون الحزب رقم اثنين بعد حزب جبهه التحرير الوطني وتم الاتفاق على اطلاق سراح المساجين تاع الافافاس في السجون وتم الاتفاق على انه العسكريين اللي كانوا تابعين لمعسكرات الافافاس في منطقه القبائل يتم ارجاعهم الى الجيش لكن الوثيقه تظل مفقوده التي تم الاتفاق عليها السؤال سيلهي ما حبيت نسالك السؤال الاخير السؤال الاخير في الموضوع هذا كيفاش عرفتوا فيما بعد من بعد 19 جوان 65 وما هي الاشارات اللي عرفتوا باللي النظام السياسي اللي جاء من بعد 19 جوان 65 هو نظام الرئيس بومدين باللي راهو تراجع عن هذا الاتفاق وما هوش يستعرف به كيفاش عرفتوا هل حاولتوا تتصلوا بهم كيف عرفتوا ما هي الاشارات اللي عرفتوا باللي الانقلاب أسرى؟ الانقلاب اللي, اللي هو في نفس الوقت انقلاب على الاتفاق نتاعكم ولكن كي وصل وقت الانقلاب على كل حال هما الشيء اللي يتكلم عليهم اللي كانوا في جن خرجوهم كامل اللي يعطوهم حقوقهم خلصوهم على كل حال يعني عطاولهم حقوقهم حقوقهم كامل واللي كانوا في الجيش على كل حال كذلك رجعوهم من الجيش رجعوهم من الجيش أيه؟ بقى تبقى النقطه النقطه تاع الافافاس ينشط كحزب سياسي ايوه الاعتراف برك على كل حال هذا ترجعوا عليه هذا والخروج نتاع ايه احمد باش يخرج من السجن صح يعني كان كل حال مده يعني كانوا خايفين انه يخرجوا أيت احمد من السجن في المرحله هذه لو قالوا كما كاينش النقوط هذو ما ما عمليه هروب أيت احمد من السجن سليمة كان عندكم دخل فيها مباشرة كيف انتم هروب أيت احمد من السجن عمليه هروبه هل فيه مساعده اللي صارت من الأفافس؟ كيف كيف نحكي لك نحكي ريك العمليه انت على الهروب المساعده شكون ساعدوه كيفاش تمت مساعدته بشهر من السجن اي تحمد نهار اللي من السجن آه هذا بعيدة من بعد من, فرينا من بعد فرينا هذه القضيه خلاص فرينا هذه القضيه نروحوا للقضيه الاخرى ما هو على كل حال من بعد قال لك مده من بعد يخرجوه بعد ما وقع الانقلاب ما حبوش يخرجوه داروا في حاله ما كان هنا في في الحراش وكانوا كانوا يعاونوا باش يدخلوا في الجهه خلاف بعد عام بعد وما خرجوش واش بقى؟ واش مازال تسدى؟ صح. ضروري في حالتهم، الشيء اللي كان كل حال مضوا الاولين في اسم الحكومه في هذاك الوقت قبل الانقلاب اللي ما جاو من بعد ما قام مرضوا صح نقلبوا على كل شيء. نقلبوا نعم. اسمه نقلبوا على كل شيء. سيلي ما كش ما رساله اخيره تحب تقدمها؟ كش ما ميساج، ميساج اخرين حاب تقولوا. واش الميساج؟ لاش نقول ضروري كل حال الشيء اللي وقع يعني شيء غير لماذا في هذاك الوقت؟ يعني عارفين باللي جبهات القوات الاشتراكيه ما أنا ما راحتش هكا مالك واش طلبت في في 63 قبل دابور ما نوصل لهذاك الشيء لماذا؟ يعني بعد يوقع الحرب نتاع الخلاف ما يبقى في 62 صح يسموه الدستور اللي داروا على كل حال في, في, في السينما هذو امور كل اللي الخرج اللي خرج تحمد على كل حال في في المجلس في هذاك الوقت والرحيل اللي راح فرحه عباس في هذاك الوقت هذو كل باينين ولكن لماذا اليوم الشيء اللي نقولوا احنا واش نطلب انا في حقيقه اه انا ما نطلب ما كنت مثلا نقول الجماعة القوات الاشتراكيه ولكن تفضل تفضل واصل تواصل تواصل تفضل ها دروك بعد سنه لماذا؟ والناس على كل حال اللي كانوا اللي ما تنساش ما على كل حال 453 صحيح استاذ الغيمه الجلالي الشكر الجزيل لك على المشاركه في هذا العدد من الوثيقه والحقيقه نذكر كنت احد المؤسسين لجبهه القوى الاشتراكيه وكنت احد العناصر الاساسيه اللي المفاوضات ما بين جبهه القوى الاشتراكيه وما بين السلطه السياسيه سنوات 62 الشكر الجزيل لك نعود بعد قليل مع ضيف ثالث لنتوسع اكثر في الموضوع مرحبا مجددا لمتابعه الموضوع نستضيف معنا الاعلامي والزميل مصطفى يتمهوب اعلامي مهتم بالشؤون التاريخيه ومهتم تحديدا بتلك المرحله وبثوره التحرير وايضا وخاصه كاتب مذكرات ضابط الولايه الثالثه ايت مهدي محمد مقران التي حملت عنوان المسار الصعب والمذهل لمقاتل من جيش التحرير مصطفى سؤالي راح يكون مختصر لانه كاين فيه واحد الحلقه مفقوده في المساله الى حد الان حنا نتكلموا على افريل 65 المرحله اللي بدات فيها المفاوضات ما بين بنبلة وما بين جماعه جبهه القوى الاشتراكيه ما الذي يجعل بنبلة في تلك المرحله تحديدا يبادر بالبحث عن الوساطه وعن مفاوضات لانهاء الازمه في الوقت اللي كان او على الاقل تاريخيا كثير من الكتابات الاخري تتكلم انه القوى العسكريه والقوى السياسيه لجبهه القوى الاشتراكيه لم تعد ابدا بذلك الحجم الذي كانت فيه سنه 63 طيب هو هناك عاملين اساسيين خلّوا بن يسرع باش يدير التفاوض مع افا عامل داخلي وعامل خارجي. العامل الداخلي كان في صراع مع يعني الجيش اللي كانت السيطرة عليها لي طماجور تاع وجده يعني على راسه بومدين والجماعه نتاعو اللي كنت نافذه في الحكومه نتاع بن وبنبلة وبن اللي بعد ذهاب يعني شخصيات كبيره من المكتب السياسي للافلان اصبح يعني تقريبا ضعيف وفي الامام أنفاس كان يعني ازمه وازمه هذه كانت ما زالت متواصله اللي هي تاع بالرغم يعني من الحجر العسكري ما كانش كبير ولكن كانت موجوده هذا العالم الاول يعني حب يربح يعني الشعب في صراعه مع المؤسسه العسكريه اما العام الثاني الثاني كانت الجزائر يعني مقبله على تنظيم لاكونفرونس افرو ازياتيك القمه الافرو اسيويه القمه الافرو اسيويه ولا لم يكن يحبذ بن بلا انه يقوم بهذه القمه امام رؤساء دول آه يعني جات في حركات استقلاليه وتحرريه في اسيا وافريقيا يجوا يعني هذه الازمه في الجزائر المتواصله خاصه بحرب الان على ايت حمد اللي كان شرك سنه 53 في احد الاجتماعات الاساسيه الاولى للمجموعه الافرو اسيويه اذن كيف اللي مثل جبهه التحرير سنه 53 في الاجتماع الاول للقمه الافرو اسيويه تجي القمه الافرو اسيويه للجزائر وهو مسجون في بلده المستقل اذا هذا هو مصطفى مصطفى انقلاب 65 تكلموا على حركه التصحيح الثوري كما سموها انا ذاك المجموعه التي اطاحت برئيس بن بلة سنه 65 هل كانت في شق على الاقل منها هي رد فعل ولو جزئي على الاتفاق السري اللي صرا ما بين جبهه القوى الاشتراكيه وما بين أي... وما بين بن بلا ما نقدروش نسموه كرد فعل <applause> آه رد فعل يعني هذا الاتفاق ما بين آه احد بنبلغ. الاسباب ربما احد الاسباب اللي سرعت سرعت الانقلاب <applause> يعني الانقلاب كان محضر له يعني كان الانقلاب رايح يصرى يعني ما الانقلاب ماشي يعني الاتفاق مع اللي هو اللي يخليه يكون ولا ما يكونش هو كان يعني امر واقع رايح يكون آه بن بلا يعني بلي يعني ضعيف آه، الاخر الكونسي دك... آه، يعني بعد استقاله فرحت عباس وجلسه النافذه المجلس التاسيسي يعني ما بقاش عنده مهام كبيره آه، آه، الدستور يعني تمت المصادقه عليه في آه يعني استقاله سينما الماجستيك آه، آه، جبهه التحرير الضعيفه يعني المكتب السياسي م. راح من الشخصيات القويه بقى بنبلة هو الوحيد العقبه يعني الوحيده العقبه قدام الجيش الجيش يعني كان رايح يعني ياخذ يعني السلطه الان قضيه الأفافس سرعت هذه الوتيره سرعت الوتيره وخلت الجيش يعني الدوفونس الدوفونس لانه بنبلة حسب روايه عمر الصديق وهذه الروايه يعني قالها كتبها دونها الكوموندو عز الدين وخرجت في جريده الوطن يوم 19 جوان 2005 تحدث عمر الصديق حول الاوضاع في هذيك الفتره وعمر الصديق كان ميدياتور كان يعني وسيط, كان وسيط اساسي, في أساسي في بين بله وجماعه الافافاس بعلم جماعه الجيش بعلم جماعه الجيش ولعب هذا الدور سمعت يعني ان اللقاءات الاولى كانت في المغرب اللقاء الاول اللي وقع ما بين وصديق والكرنوال و... دهلي سليمان الصادق وقع في باريس وهو يعني تقريبا اسبوع عمر الصديق يحاول يتصل به ذهب دهيليس ذهب القولوني الصديق المغرب كان فقط باش يوصل الى فرنسا يوصل الى فرنسا لانه الامور في 65 لما خرج الكولونيل الصادق يعني سي سليمان كانت الامور محسومه تقريبا يعني محمد اكلي الكولونيل والحاج كان هنا في العاصمه وبعد حرب الرمال تقريبا وضع الاسلحه محمد مصطفى على ذكر محمد والحاج هل يمكن القول كيف قدر ينجح السلطه السياسيه في تلك المرحله انها تمتص وتستقطب معظم الكوادر العسكريه والسياسيه لجبهه القوى الاشتراكيه ربما محمد والحاج ربما هو الاسم الذي يغطي الغابه لكن عمليا العشرات ربما من الكوادر الاساسيه في العمليه نتاع 63 انتقلت الى السلطه والى مؤسسه الدوله وتقلدت حتى مسؤوليات داخل الحكومه وداخل مؤسسه الدوله لانه اجواء الانقلاب كانت موجوده والناس كانوا مستائين جدا من النظام الشخصي لبنبلة بنبلة يعني وضع فراغا حوله راه فراغ, فراغ عزل نفسه هذا يعني سي لا ديريف دي بوفوار بيرسونيل يعني انحراف نحو الحكم الفردي يعني المحض وبنبلة طبعا لما خلى المجلس الدستوري كان كومون تاسيسي كومون بوات دو ريزونونس يعني رجع الصدى صح وطبعا استقاله كل الكوادر الفاعله فيه كوادر الثوره في الحقيقه يعني خلى أن كوادر في الافافاس علم انه كان هناك امور تحضر وانه يعني ذهاب بن بلله يعني قريب هذا من جانب من جانب الاخر الاخر كاين يعني هذه الولايه الثالثه بعد سبع سنوات من الحرب ضد فرنسا منهكة أصبحت والبلون جمال يعني البلون جمال يعني 60 استنزفها تماما 60 في من, يعني. من قوات الولاية الثالثة ذهبت يعني في الولاية. طبعا الناس تعبت يعني لماذا ما صارتش مصطفى لماذا ما عملية توثيق أساسية لما حدث في في تلك المرحلة نتكلم على نتائج المواجهات العسكرية ما بين جبهة القوى الاشتراكية ومن وزارة الدفاع والجيش الوطني الشعبي في تلك المرحلة ما فيش عمل توثيقي الآن واضح وبارز okay. وش السبب عمل توثيقي شامل أت... أذكر. شامل غير موجود عمل توثيق شامل غير موجود وهذا طبيعة القيادات اللي, يعني اللي كانت من جانب اخر للأفافاس واللي كان ثاني من جانب يعني الحركه القمعيه اللي رولو كومبريسور اللي طاح بلاد القبائل الانظمه المتعاقبه يعني المحل. ما كانش عمل توثيق كاين يقولون 450 حسب يحيى عبد الحفيظ ونفتح قوس يعني كاين كتاب يحيى عبد الحفيظ سيصدر قريبا وهذا الكتاب يتكلم عن مرحلة تحديد المرحلة ما بعد 63 من 29 سبتمبر 63 63. إلى غاية التسعينات ما حدث في الأفافاس لأنه الذي قاد حقيقة المفاوضات مع السلطة هنا في الجزائر هو يحيى عبد الحفيظ ودانيال يعني المهند أكلي بن يونس اللي كان إطار في جبهة القوى الاشتراكية وكان إطار في فيدرالية الجزائر بفرنسا سيل قبل قليل سيل الغيمة وهو أحد المناضلين القدامى المؤسسين لجبهة القوى الاشتراكية كان تكلم باللي كل شيء تم باتفاق ومشاورة مع يتحمد هل فعلا ما فيهش اعتراض على هذه الحقيقه التاريخيه، هل تعتقد انه فعلا كان ايت احمد الشريك في كل شيء وهو الذي الذي كان قد اعترض في مرحله سابقه قبل افريل 65 قبل افريل 65 يعني قبل المفاوضات الاخيره، كان اعترض على كثير من اشكال الاتصالات اللي جروها جماعه عسكريين وسياسيين من جماعته مع مبعوثين للسلطه. انا أظن انه المفاوضات كانت بموافقه ايت احمد، لأنه يعني ايت احمد فهم باللي الاطارات الكبيره نتاع في فاس العسكريه خصوصا آه بعد ذهاب محمد اكلي آه محمد والحاج آه يعني مام كل راح للمغرب ومن بعد راح لفرنسا وبدا حتى هو تلقى عمر الصديق وبدا يتفاوض آه بدا يتفاوض عمر الصديق آه طبعا هذه الامور تبين باللي آه اي تحمد ما عندوش يعني المخرف. خيارات اخرى خيارات علاش خيارات الا الخيار طب طب أستاذ مصطفى أستاذ مصطفى طب آه بالنسبة للعناصر المتمردة الأخرى بكل نوعيتها نتكلم على الجماعة تاع الولاية الرابعة اللي كانت أزمتهم مع النظام السياسي في تلك المرحلة لا زالت لم تنتهي نتكلم على الجماعة ما بق ما تبقى من الحركة السياسية اللي بعتها الراحل محمد بوضياف نتكلم عن جماعة الحزب الشيوعي الجزائري نتكلم عن المتمردين داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين وداخل اتحاد الطلبة يعني عملي النظام السياسي القائم كان فيه كثير من الجماعات وإن كانت متناقضة سياسيا لكنها ضده لماذا فشلت جبهة القوى الاشتراكية في أنها تحاول تضمها وتسرعها إليها في المرحلة اللي قبل مفاوضات أبريل 65 طبعا جبهة القوى الاشتراكية في حد ذاتها كانت في سرعاتها في القمة نتاعها يعني. صراع اجنحه صراع آه، اجنحه كان اليوم كاين تساؤلات هل كان كريم بالقاسم عضو مؤسس ام لا صحيح صحيح هناك من يقول ان كريم بالقاسم كان هناك اعطى آه، موافقته لكنه لم يحضر هناك من يقول ان وهذه الشهاده لعبد الحفيظ آه، الكوموندو الحفيظ يحى يقول باللي العسكريين هم اللي شكلوا في النواة الأولى لجبهة القوى الاشتراكية، يعني من بورقعة إلى الكولونيل صادق إلى عنده الحاج إليه, إليه. يا حافظ الحافظ مع بعض السياسيين. مثال بالقايد وأيت في مرحلة ويقول بالالتحاق أيت أحمد بالمؤسسين كان من بعد ما التقى هنايا مع في روايته يعني ما هنا مع فتحي الذيب لأن يعني فتحي الذيب جاء زار تكلموا رئيس المخابرات المصري السابق في الرئيس زار آه بن جزار بن وحاول يعني يقوم بوساطه نوع من الوساطه يعني وخلي يلين شويه الموقف نتاع آه بن المقصود بلقاء فتحي الدين شو المعنى؟ شو علاقة يعني يعني ايت احمد يحوس يعرف آه بالضبط ماذا يف ماذا في ماذا يفكر ماذا يريدون؟ لا بن ماذا, يريدون؟ بن ماذا يريدون؟ هل يمكن الحوار معاه؟ هل يمكن يروحوا يعني يعني انت تتوقع ان فتحي الدين رئيس المخابرات المصري السابق يكون قد ابلغ ايت احمد ينظم بال عبد, عبد الحفيظ حسب السبيحه عبد الحفيظ طبعا أنه أنه أن يكون قد ابلغه بانه بن بلا ماض في مشروعه للحزب الواحد الرئيس الواحد الرئيس الواحد مم. فلربما هذه المساله خلات انه لما تفاوض بن بلا تراجع وتفاوض مع الافافاس فكره الحزب الواحد انتهت لانه قبل بعوده الافافاس وهذا اللي خلى الجناح العسكري يتحرك لضمان فكره الاحاديه يعني حتى ما تسقطش وهنا يعني لما نروح للعمق تاع الفكره العمق تاع الازمه صحيح هناك من يربطها بازمه صائف 62 ولكن هي مربوطه في الحيثيات نتاعها بمسار ثوره تحريريه كبرى لما نقول ان الثوره نظريا كانت الثوره في الجزائر ممارسه اكثر منها نظريه لان ما طرحتش نظريات كبيره كانت ممارسة كانت ممارسة أكثر منها لإنهاء الاستعمار لإنهاء أكثر منها يعني فكر لإنشاء دولة كانت بعض الإشارات كما تكلم سي محمد رزقي فراد في البيان اول نوفمبر البيئه الثقافيه شوف البيئه الثقافيه في اعتقادي البيئه الثقافيه والاجتماعيه في تلك المرحله للشريحه الواسعه من المجاهدين ما كانش تسمح باستيعاب ربما افكار اكثر حداثه واكثر عصرانيه فيما يخص الممارسه الديمقراطيه في المرحلة. هي بناء الدوله التفكير فيها كان في مؤتمر صومال كذلك كان نخبوي تكلمنا على الاولويه السياسيه العسكري واولويه الدخل الخارج الى اخره كاين يعني كاين مقاربات نخبويه موجوده مقاربات يعني وبدايات تفكير صح. اقول انا بدايه تفكير لم تثمن فيما بعد لم تثمن فيما بعد اغتيال عبان رمضان كان يعني مأساة للثورة الجزائرية مأساة كبرى صحيح. أنه يعني دخلت في منطقة الثورة الاغتيال يعني مم. اغتيال عبان رمضان تهميش المجلس التأسيسي ثم ثم مسألة ثلاثي باه اللي كان نتكلم على الجي بي ار الجي بي سيتي لو بي يعني ثلاثي با اللي كان, الجي بيرا. الجي بيرا يعني البا. كان مسيطر على مقاليد الحكم وكانت عندهم القوة ولكن بالرغم من سلبيات ولان تراجع على المؤتمر الصومال بدا بمقال لكريم بالقاسم في المجاهد لما قال ليس, ليس هناك اولويه للسياسي على العسكري ولا اولويه الداخل الخارج ولكن التساوي ما بين الاثنين بدا الطعن في, 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 في ولكن بالرغم من هذا لا يمكن انكار ان الثلاثي باقى دور يعني ايجابي أه كثير استاذ أه مصطفى حتى نخرج على الموضوع سؤال اخير ربما كيف تعتقد ان تكون اعاده الاعتبار لهؤلاء على اساس؟ وهل فعلا سيتقبلها من تبقى منهم؟ وانت اعتقد احتكيت بالكثير منهم واستمعت الى شهادات تاريخيه كثيره. هو هو لا لابد من اعطاء الكلمه للضحايا. انا لما نقول المصالحه الوطنيه اعي جيدا انه لا يمكن ان تكون هناك مصالحه وطنيه حقيقيه بدون مصالحه مع الذاكره لا بد للجراح الذاكرة أن تندمل وأن تندمل وحتى تنطلق الجزائر في بناء مستقبلها بدون الرجوع الماضي يعني بدون النظر في المرآة والرجوع الماضي والبكاء الجروح التي وقعت إذا أنا أعتبر أنه القول تعسيس الله أنه اعتبر اعتبار الضحايا أولا يعني اعتبار الضحايا يعني بالاعتراف بهم كشهداء شهداء الجزائر المستقله وهم اغلبيتهم 450 شهيد هذو اغلبيتهم مجاهدين مجاهدين ثورة التحرير الكبرى الاعتراف وفي الاتفاق اللي كان مع بن بله هو الاعتراف كذلك بالجنود تاع جيش التحرير تاع الجيش الوطني الشعبي اللي ماتوا في بلاد القبائل كشهداء شهداء طبعا هذا يؤدي الى التعويض المادي لذويهم ولعائلاتهم شيء طبيعي التعويض المادي والمعنوي كذلك المعنوي بقول الحقيقه صحيح نترك هذا الناس يتكلموا وتكريسها في الروايه الرسميه للتاريخ هذه استاذ مصطفى يتمهوب اعلامي مهتم كثيرا بالشؤون التاريخيه وبتاريخ ثوره التحرير كاتب مذكرات ضابط جيش التحرير الوطني عن الولايه الثالثه ايت مهدي محمد مقران نشكرك كثيرا على الحضور شكرا. والى موعد اخر وعد اخر من برنامج الوثيقه والحقيقه نستودعكم الله والسلام عليكم